بالنسبة للاستعمار التركي استعمار قديما، فاحتل البلاد العربية 400 سنة وخلف الفقر وخلف الجهل، فلذلك ما له مواسير. كان قديما ياخذ الابناء المنطقه هون على بلاد المغرب لحتى ما رجع ولا شخص، ولكن كان تجنيد اجباري. حاليا التجنيد مرتزقه، ولكن للقضاء على ابناء المنطقه هون كونه هتلر قال من اكره الاشخاص او اسوء الاشخاص من اعاننا على احتلال بلاده. وبظل الظروف اللي صارت بادلب انه تركيا هي الضامن وهي اللي عم تدافع عن الشعب السوري، بالاخير بتطلع بتسحب نقاطه من ادلب. هلا حاليا عم تسحب نقاطه من ادلب، وهي السبب الاكبر باحتلال قوات اسد وروسيا لمحافظه ادلب ولريف ادلب، وهي حاليا عم تشتغل على تدمير ادلب. وتركيا اجت على ادلب بحجه انه اسلام وجاي يساعد الشعب السوري، وطلع العكس. استلمت نقاط على حدود ادلب وسلمتها للنظام باتفاق مع النظام، يعني النظام يضرب ويدخل الجيش وهي عم تطلع عليه بتتفرج، والناس هي اللي كانت ظاهره في ادلب في تركيا انه هي جاي مساعد وجاي مخلص ومن هالكلام هذا، وطلع العكس وتركيا هي أكثر دولة ضررت سوريا. أما بالنسبة للضربات التركي والروسي، طبعا هو اتفاق بينهم، أينما وجدنا روسيا فمعها تركيا، فهم بنفس الوقت تنسيق متبادل للقضاء على الثورة السورية بالدرجة الأولى والقضاء على المواطنين بالدرجة الثانية.